السلام عليكم طلاب الصف الثاني الثانوي، معكم مسيو جميل. إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة الجرامير الخاص بالدوس الأول، وهناخد النهاردة دي فيرب، مجموعة من الأفعال، وهنشوف إزاي بنصرفها. وكمان هناخد لي بروبوزيسيون افيك لي مويان دي ترانسبور، اللي هي حروف الجو اللي بتيجي مع وسائل المواصلات، وهنشوف كمان إزاي بنستخدم الأفعال ديت مع وسائل المواصلات. والجزئية المهمة النهاردة إن أنت تفهم إيه هي حروف الجو وتعرفها اللي بتيجي مع وسائل المواصلات المختلفة، عشان دايما بتيجي في الامتحان. هبتدي مع اول حاجه مع الافعال، وهي عندنا اول فعل بروندر. بروندر بمعنى يوكب او ياخذ. التوندر ينتظر. الي يذهب. بختير يرحل او يغادر. طبعا احنا ملاحظين ان الاربع افعال دولت افعال مجموعه ثالثه، وافعال المجموعه الثالثه عارفين ان كل فعل بيتصرف بشكل خاص لوحده، يعني مفيش قاعده بتجمع الافعال كلها، كل فعل له طريقته لوحده في التصريف. تمام. وهنا فعل اليه برغم ان هو منتهي بالاو ار اللي هي نهايه المجموعه الاولى، لانه ما بيتصرفش على نفس قاعده المجموعه الاولى، فعشان كده هو مجموعه ثالثه لانه ليه تصريف خاص بيه لوحده. تمام. هنبتدي نشوف دلوقتي تصريف الافعال ديت، ولازم نحفظه كويس. هنلاحظ اول حاجه ان جو بتتحول لجي ابوستروف، واتفقنا ان بتتحول الاو ابوستروف اما بيجي بعدها حرف متحرك او اش موي، وشفنا الموضوع ده قبل كده. يعني ببساطة إن جو هيتحول لجي أبوستروف قدام التوندور بس في الأفعال دي كلها، إنما الثلاث أفعال دولت هياخدوا الجو اللي هي بالأو. تمام؟ طيب هنبتدي دلوقتي نصور بروندور، هيبقى جو برون، تي برون، إل إل أون برون، نو برونو، فو بروني، إل إل برين. هنشوف كمان شوية إزاي نقدر نصرفه بطريقة نصرفه بطريقة سهلة. التوندر بيتصرف ازاي؟ هيبقى جاتون، هياخد الجي ابوستروف في التوندر عشان بادئ بحرف متحرك اللي هو الار. هيبقى بعدها تبقى تي اتون، ال ال اون اتون، نو زاتون دون، فو زاتون دي، ال ال اتون التوند. تمام. طيب هنلاحظ حاجه ان عشان اصرف التوندر عملت حاجتين، ان انا حذفت الار او وزودت النهايات اللي هي اس اس ما فيش. تمام. مع الجو والتي حطيت اس، ومنها مع الايل والال والام حطيتش حاجه. طب وفي الجمع مع نو والفو والالا فيكاس والالا فيكاس زودت نهايه المجموعه الاولى اللي هي الاو ان اس والاو زد والاو ان تي، ده التوندر. طب في بروندر نفس الكلام عملته، حذفت الار او وزودت في المفرد اس اس ما فيش، وفي الجمع زودت نهايه المجموعه الاولى اللي هي الاو ان اس والاو زد والاو ان تي، بس عملت حاجه زياده ان انا حذفت حرف الدي. تمام. مع النو والفو والالا والال مفيش حرف الدي، وكمان زودت حرف الان مع الالا فيك اس والالا فيك اس. تمام. ده عشان يسهل علينا الحفظ. طيب نكمل بقى مع فيرب الي بمعنى يذهب. فيرب الي هتبقى جو في، تي فا، ال ال اون فا، نو زالون، فو زالي، ال ال فون. ناخد بالنا ان الي بياخد الجو اللي هي بالاو لانه بادئ بحرف ساكن. تمام. التصريف بتاعه بادئ بساكن، انما الفعل اساسا في حرف متحرك اه، بس هنا الجو بيجي بعدها الحرف الساكن، فنحط الجو اللي هي بالاو مش الابوستروف. تمام. طب بختير بنصرفه ازاي؟ هيبقى جو بار، تي بار، ال ال اون بار، نو بارتون، فو بارتي، ال ال بارت. طب بختير او دورمير او سونتير او سيرفير، الافعال دي كلها بتتصرف بنفس الطريقه اللي هقولها دلوقتي، ان احنا بنحذف اخر ثلاث حروف وناخد الجزئيه اللي فاضله ونزود عليها في المفرد اس اس تي، وفي الجمع بنحذف اخر حرفين بس اللي هم الاي والار ونزود عليهم نهايه المجموعه الاولى اللي هي الاو ان اس والاو زد والاو ان تي. تمام. ده عشان يسهل علينا الحفظ مش اكتر. طيب دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم الافعال ديت وافعال ثانيه مع وسائل المواصلات. في البدايه عندنا فعل بروندر واتوندر، ده بمعنى يركب او ياخذ، واتوندر بمعنى ينتظر. بيجي بعدهم محدد زائد وسيله المواصلات، يعني عشان استخدم وسيله مواصلات مع فعل بروندر واتوندر لازم احط محدد. طب ايه هي المحددات؟ اللي هي اداه النكره، ممكن يبقى اداه نكره اللي هي الان والان والدي، او يمكن يكون اداه معرفه اللي هي اللو واللا والالا بسخوف واللي، او صفه ملكيه اللي هي مون مامي وتونتاتي سونساسي لاخر الجدول، او صفه اشاره اللي هي سو سات سات سي. تمام. فدي كلها واحده يعتبر محددات. طب نستخدمها ازاي؟ نشوف مجموعه من الامثله. Je prends un autobus. أنا آخذ أوتوبيس. Nous attendons le train. نحن ننتظر القطار. Il prend son vélo. يأخذ دراجته. Ils attendent cette voiture. ينتظرون هذه السيارة. هلاحظ هنا إن إحنا عندنا اللي هو وسيلة مواصلات
وجاي معاها فعل بروندو او اتوندر فاستخدمنا المحدد. هنا استخدمنا اللي هي اداه نكره الان، واللو اداه معرفه، والسون صفه ملكيه، والسات صفه اشاره. تمام؟ يعني في الامتحان بتيجي ازاي؟ ان هو يجيب لي وسيله المواصلات وجاي مثلا قبل النقط فعل بروندو او اتوندر. في الحاله دي هبتدي ادور على محدد من دول، ولازم اذاكر المحددات كويس لان انا عارف ان المحددات بتتغير على حسب الاسم اللي جاي بعدها، سواء كان مذكر او مؤنث او مفرد او جمع، فلازم نراجع على المحددات كويس. دي الجزئيه دي. طب بعد كده عندنا مجموعه من الافعال الثانيه اللي هي الي اللي هو يذهب، بختير يغادر او يرحل، فواياجي يسافر، سو ديبلاسي ينتقل، رونتخي يعود او يرجع. طبعا احنا شفنا تصريف فيرب الي وبختير، فواياجي وسو ديبلاسي ورونتخي، دي افعال سهله لانها منتهيه بالاو ار اللي هي افعال مجموعه اولى. عشان نصرف افعال المجموعه الاولى بسرعه عشان الوقت، ان احنا بنحذف الاو ار ونحط النهايات، مع الجو بنحط او، ومع التي او اس، ومع الايل والال والاو او، ومع النو بنحط او ان اس، والفو او زد، والايلا فيك اس والايلا فيك اس اللي هي الاو ان تي. تمام؟ دي تصريف افعال المجموعه الاولى اللي هي منتهيه بالاو ار. بس في ملحوظه ان فواياجي بيمشي على نفس القاعده اللي قلناها دلوقتي، بس بنزود حرف الاو مع تصريف النو قبل الاو ان اس عشان النطق. وكمان سو دي بلاسي بنزود سي دي مع تصريف النو عشان النطق، بنحط سي دي مع السي. هنبقى نشوف، مش موضوعنا بس هنشوفه دلوقتي. تمام؟ طيب انا عايز استخدم فعل من دولت مع وسيله مواصلات، فاستخدمها ازاي؟ هستخدم حرف الجو اون، اون بمعنى بواسطه او بي. هبيجي بعده وسيله مواصلات نركب داخلها، يعني وسيله المواصلات اللي بنقعد جواها زي العربيه، القطر، الاتوبيس وهكذا. سبيل مثال لما نقول جو في الي كول اون اوتوبيس، انا اذهب الى المدرسه بالاتوبيس. نو فواياجون اون ترين، نحن نسافر بالقطار. نو نو ديبلاسون اون فواتير، نحن نتنقل بالسياره. il prend il part en avion، هو يغادر بالطائره. il rentre en bateau، هي عادت بالموكب. فهنا هنلاحظ ان عندنا الافعال اللي هي واحد من خمسه دولت. تمام؟ كل الافعال الخمسه واحد من الافعال ديت، وجاي بعده وسيله مواصلات. تمام؟ وسيله المواصلات ديت بنركب جواها هنحط حرف الجو اللي هو اون. تمام؟ والملحوظه اللي كنت بقول عليها ان الافعال المنتهيه بالجو او ار في الافعال المجموعه الاولى بنزود او مع تصريف النو اللي هي زي دي. هنا مع النو حطيت زودت حرف الاو قبل النهايه وبعد الجي عشان النطق. وهنا مع اللي هي الافعال المنتهيه بالسي او ار بنزود سي دي اللي هي العلامه اللي فتحت السي ديت مع تصريف النو بس عشان النطق. تمام؟ دي المفروض تبقى عارفينها من تصريف المجموعه الاولى، لو مش عارفينها ممكن تكتبوا الفيديو لو عايزين فيديو مراجعه عنها. طيب تكتبوا مثلا في التعليقات لو عايزين مراجعه عن الجزئيه ديت. نكمل مع بعض. طب لو فعل من دولت عايز مثلا استخدمه مع وسيله مواصلات بنركب فوقها، فبنستخدم في الحاله ديت حرف الجو ار، بيجي بعده وسيله مواصلات نركب فوقها، زي مثلا لما اقول جو في الي كول ابيي، انا اذهب الى المدرسه على الاقدام. نو فواياجون ان موتو، نحن نسافر بالموتوسيكل، فالموتوسيكل عشان بنركب فوق اخذنا حرف الجو ار. تي تو دي بلاس ا فيلو، انت تتنقل بالدراجه. il part à bicyclette، هو غادر بالبيسكليت. فهنا طالما عندي وسيله مواصلات بركب فوقها، ففي الحاله ديت بحط حرف الجو ار. تمام؟ طيب هل كل وسائل المواصلات اللي بركب فوقها بنحط ار؟ كلها ما عدا اثنين وهما سكوتير وغولي. سكوتير اللي هي اللي هو موتوسيكل بالشكل ده، والغولي اللي هي الجزمه اللي بيبقى فيها عجل. تمام؟ يبقى سكوتير وغولي بنحطش ار، انما بنحط اون. تمام؟ مثلا ما اقول il rentre en scooter او je vais au club en roulé، يعني انا اعود بالسكوتير. فهنا حطيت السكوتير مفروض ان انا وسيله مواصلات بركب فوقها، فالمفروض احط اه، بس هنا دي بس لا، مع سكوتير بس بنحط اون. طب هنا جو في او كلوب اون رولي، فالمفروض ان رولي دي حاجه بركب فوقها، يعني ما بنركبش جواها، المفروض نحط اه. لا، هنا ما عدا رولي وسكوتير القاعده بتقول ان احنا نحط اون، ودي دايما بتيجي في الامتحان اللي هي سكوتير ورولي، فناخد بالنا ان سكوتير ورولي بتاخد حرف الجو اون. تمام؟ نكمل. طب انا دلوقتي لو عايز احط استخدم الافعال ديت نفسها بس مع وسيله المواصلات، بس ما اقعدش بقى افكر وهل انا بركب جواها ولا بركب فوقها، هستخدم ايه؟ نستخدم حرف الجو بار. بار بمعنى بواسطه، فبيجي بعده محدد وزائد وسيله المواصلات، يعني وسيله المواصلات بتبقى مسبوقه بمحدد، وشفنا المحددات من شويه.
على سبيل المثال ممكن نقول جو في اليكول باغ لوتوبيس، انا اذهب الى المدرسه بواسطه الاتوبيس. فهنا بقى ما فكرتش انا بركب جواه ولا فوقه، هو طالما استخدمت باغ حطيت محدد وكملت الجمله عادي، يبقى جو في اليكول باغ لوتوبيس. Il voyage par ce train. هم يسافرون بهذا بواسطة هذا القطار. Nous nous déplaçons par notre voiture. نحن نتنقل بواسطة سيارتنا. خلاص في الامتحان بتيجي ازاي؟ هتيجي ان عندنا فعل من الافعال اللي هي الخمسة دولت، وعندنا وسيلة مواصلات. طب وسيلة المواصلات بأسبوع بمحدد، وعندنا فعل من الخمسة دولت، فهنحط حرف الجر par. تمام؟ طيب هل كل وسائل المواصلات، كل وسائل المواصلات بتسبق ببار زائد محدد؟ كلها ما عدا اثنين اللي هم باغ افيون، بنحط افيون اللي هو الاسم على طول بعد حرف الجو، وباغ باتو اللي هو الموكب بواسطه الطائره، ودي باتو اللي هو بواسطه الموكب او الباخره. فدول بيستخدموا للتعبير عن طريق ارسال البريد. فالوسيلتين المواصلات دولت بس بياخدوا حرف الجو مباشره، الباغ مباشره من غير اي محدد قبلهم. تمام؟ تيجي دايما في الامتحان، يعني مثلا عندنا افيون وباتون، وعندنا في الاختيارات باغ، فنختار باغ. تمام؟ طب وبتبقى دايما بتستخدم للتعبير عن ارسال البريد، يعني لو عندي كلمه لادخ او انفوي اللي هو يوصل، فناخد على طول باغ. نشوف مجموعه من الاسئله. ممكن تيجي الاسئله بسيطه زي دي، مثلا ليزادو نقط باغ لو ترام، ليزادو اللي هي المراهقين، نقط باغ لو ترام اللي هو بواسطه الترام. هنا هلاقي ان عندي باغ حرف جو وسيلة مواصلات ومسبوقة بحرف الجو باغ. طب هبتدي اشوف الافعال اللي كانت بتاخد حرف الجو. هلاقي عندي فواياجي وفواياجي ومونتي وبروندر، دي الافعال. طب مونتي كانت بتاخد حرف الجو دون، بروندر كان بياخد محدد، طب وباغ ده حرف جو، فبالتالي ما عادش عندي غير فواياجي. طب هختار فواياجي ولا فواياجون؟ هشوف هنا ليزادو اللي هم المراهقين هعوض عنها بالإيل افيك اس. طب الإيل افيك اس مع فواياج هتبقى ايه؟ هتبقى فواياج اللي هي بالشكل ده. تمام؟ تصريف افعال عادي. او ممكن يجي سؤال تاني، جو باغ نقط فيلو، انا اغادر نقط الدراجه، فالدراجه هناخد حرف الجو ايه اللي بيجي معاها؟ هيبقى اه، لان احنا بنركب فوقها. طب حد ممكن يقول لي طب ليه ما خدناش الباغ؟ ما هي بتيجي مع كله، ما هي بتيجي مع كله، بس لازم يبقى موجود محدد. هنا ما فيش محدد، فعشان كده خدت الباغ، خدت الاه على طول. تمام؟ لو في محدد كنا خدنا الباغ. طب بعد كده نو نو نقط اون فواتير، نحن اون فواتير بالسياره. فهنا عندي فعل زو دوميوين، الفعل زو دوميوين هنا اللي هيبقى ديبلاس اللي هو سو ديبلاسي. طب هنختار ديبلاسون وديبلاسون ولا ديبلاسون ولا ديبلاكون؟ هنختار طبعا ديبلاسون، لان زي ما اتفقنا ان افعال المنتهيه بالسي او ار بنحط سي دي مع تصريف النو. تمام؟ طيب انما دي تعتبر غلط. والطندون، الطندون لازم يجي بعدها محدد. تمام؟ وغير كده ما هيش زو ضميرين، وفو طبعا مش هتنفع لان دي مع تصريف الالا فيك اس والالا فيك اس. تمام؟ فاحنا لو فكرنا باكتر من طريقه. طب تي فا نقط باغ فواتير، فهنا انت تذهب بواسطه السياره، فهنا عايز السياره اللي هي، فهنا عايزين محدد. فهنا فالمحدد هنشوف على زي ما اتفقنا ان المحددات بنختار على حسب نوع وعدد الاسم اللي عندنا. فالسياره دي كلمه مفرده ومؤنثه، طب ايه اللي ينفع هنا مع المفرد المؤنث؟ هنلاقيها الما. طب ليه؟ لان المون والتون بيجوا قدام الاسم المذكر المفرد او المؤنث المفرد البادئ بمتحرك، وهنا عندي اللي هي مؤنث بس مش بادئ بمتحرك، بادئ بساكن، فعشان كده خدنا الما اللي تيجي قدام المفرد المؤنث اللي بادئ بساكن، واللي طبعا مذكر ودي مؤنث. سال كمان اون انفوا لي لاتر نقط باتو، نحن نوصل الخطابات نقط باتو. هل هتبقى هنختار ايه؟ طبعا زي ما اتفقنا ان هي باغ باتو، ما ينفعش باغ لو، لان الباتو والافيون بياخدوا الباغ على طول. نحن نوصل الخطابات بواسطه الباخره او الموكب. كاتب حاسس النهارده خلصت، ولو عندك اي اسئله ممكن تسيبها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.